بيزنس. هذه ساعتين و 16 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نستقبل ضيفي الأول لأسعد الذوادي، رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين. مرحبا بك. وبيك أكثر. باش نحكيو على عدة مواضيع ونحاولوا نحكيو على أغلب النقاط اللي تشغل الرأي العام وعندها علاقة أيضا بالشأن الاقتصادي. باش نحكيو على تعطل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، باش نحكيو أيضا على الشركات الأهلية، الصلح الجزائي. لكن خليني نبدأ معك بكلام وزيرة المالية اليوم، وتقول وأكدت أنه التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم والمفاوضات تنطلق رسميا في الفترة القادمة. شنو رأيك أنت في هالكلام هذا، وهل تعتقد فعلا أنه باش نوصلوا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ باي. خليني نعطيك الموقف متاعي أنا تجاه مسألة المديونية. أنا أعتبر أن هناك اليوم خيانة عظمى، كل من مسكوا السلطة في تونس مرتكبون لجريمة خيانة عظمى، اللي هي تتمثل في التفريط المتعمد والمنظم والممنهج في موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية. وهذه الموارد تقدر بعشرات آلاف المليارات وتغنينا عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. عشرات الآلاف المليارات وين ومنين نخسروها؟ هي موارد جبائية وغير جبائية نخسروها سنويا نتيجة لاستشراع الفساد والاحتلال المرفق العمومي. ونحن نعتقد هذا ما لم يدركه لا الخاصة ولا العامة، أن تونس اليوم وشعبها في وضعية احتلال واستعمار داخلي، والمرفق العمومي محتل من قبل المتردية والنطيحة وما أكل السبع وعديمي الكفاءة والجهلة والفاسدين. هذا من الكل موجودين في المرفق العمومي. أنا أعتقد وهذا حكيناه احنا من 2011، قلنا راو إذا كان مشنا باش نقوموا بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية البلد سوف يغرق في المديونية، وهذا أكدته في مداخلة من خلال فضائية خلال شهر مارس، وكان معي أنا ذاك وزير سابق للمالية أمامني، وأكدنا أنه إذا كان ما فيهش إرادة للقيام بإصلاح تشريعي ومؤسسي فإن البلد باش يستشرى فيه الفساد أكثر، باش يتم إهدار المال العام، وباش يتم إغراق البلد في المديونية، وهذا اللي يقع. وحاجة أخرى للذين يعتقدون أنهم سوف ينقذون تونس، تعالوا نحذروكم، أنتم ربما تجهلوا شكونوا صندوق النقد الدولي، ما تعرفوهش. صندوق النقد الدولي انحرف على المهام نتاعو ودخل في أمور أخرى، وتعرفوا أنه يسيطروا عليه الأمريكان، وهم الوحيدين اللي عندهم حق الفيتو، على عكس مجلس الأمن على الأقل ثم خمسة من الناس معهم أربعة من الناس. وراحوا التوصيات متاع صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلا إلى الثورات الشعبية، هذا أردوا بالكم منه. ومش كلامي أنا، هذا أرجعوا أقروا كتاب جوزيف ستيغليتس المستشار الاقتصادي السابق لبيل كلينتون، الحاصل على جائزة نوبل ونائب السابق للمدير العام للبنك الدولي. هذا أقروا كتابه الخدعة الكبرى أو الكذبة الكبرى، لا جراند ديزيلوزيون. نعرف اللي أنتم جهلة ما تقروش، ولكن أنصحكم أن تقرأوا هذا الكتاب باش ما نمشوش للثورة الشعبية التي ستأكلكم وتأكل الجهلة من أمثالكم. شنو المطلوب اليوم؟ أغلب الناس يقولوا أنه لا مفر من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي طالما طبعا، لأنه تعرف وأنه أودعنا معناتها فهمتني جملة من المقترحات في إطار مرسوم المالية 2022 لتوفير معناتها فهمتي عشرات آلاف المليارات للخزينة العامة، إلا أنه أودعت برئاسة الحكومة فتم تجاهلها، أودعتها المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد، وأودعت بوزارة المالية وتم تجاهلها، وبالتالي توا المسؤولية في يد من اليوم يمسكون السلطة ويدمرون البلد ويضعونه تحت وصاية صندوق النقد الدولي ورجعون شعب متسول. وين ماشين؟ وين ماشين؟ باش يهزونا إلى الهاوية طبعا. انت كما تعرف الاوطان لا تبنى بالشعوذة ولا تبنى بالبهلوانيات ولا تبنى بالخطابات الرنانة، تبنى بالعلم والعمل والانضباط. اليوم
وعنا سنوات أكدت ذلك، وهذا تناولته كل وسائل الإعلام أنه منذ سنوات أكدت أن تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل والجهل الشامل والفوضى الشاملة. وهذا تلاحظوا أنت اليوم من خلال ما نعرفش من خلال الحادثة الأخيرة متاع القطار، تلاحظوا في كل شيء ذاك التسيب اللي هو يرعاه الماسكون بالسلطة. دونك النقطة المهمة اللي كنت لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وكنت قلتها معايا في في حوار سابق، انه نركزوا على التهرب الجبائي وقتها نجموا ندخلوا فلوس، وقلت ايضا انه السلطة راعية ومحصنة للتهريب والمهربين. طبعا هتو تحكي لنا كيفاش، لكن هاو السلطة اليوم خرجت مرسوم لمقاومة المضاربة والاحتكار. شنو رايك فيها المرسوم هذا؟ هو المرسوم هذاك باش نعطيك معلومه انه قدمنا مقترحات ما يقارب 25 مقترح لاجتثاث كل الاجتثاث مرتكبي كل اصناف الجرائم الاقتصاديه. هذيك جريمه من الجرائم، ثم جرائم اخرى، ثم جرائم اخرى قاتله اكثر منها. انت وقت اللي تبيع اليوم منتجات مسرطنه وقاتله فهمني وبدون رقابه، هذا يظهر لي فهمني اخطر من المضاربه في الاسعار. ثم رد بالك ثم مساله اخرى حتى لا يقال اننا شعب جاهل، راهو مساله المضاربه بالاسعار راهي موجوده من بدايه القرن العشرين. وباش نقرا لك توا الفصل 140 اللي هو يرجع الى سنه 1927 حتى لا يقال اننا شعب جاهل، خاطر كيما تعرف خرجوا لنا بعض الجهله قالوا راهو باش نعملوا فهمتي باش نعملوا عقوبات سالبه للحريه. بابا العقوبات السالبه للحريه موجوده بالفصول من 138 الى 141 من المجله الجزائيه. ها هي تقال الكلام هذا انه مقاومه المضاربه والاحتكار هو دور من ادوار الدوله الموجود من قبل وقانوني عقب عليه. ايها باش نقول الفصل الترفيع أو التخفيض طبعا في الأسعار أو محاولة ذلك إذا تعلق الأمر بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة. اليوم يتم التنكيل بالفلاحين اليوم ويتباع لهم لامونيتر مرتين وثلاث مرات والسلطة المارقة تتفرج على ذلك. يعني العقوبات موجودة من عام 1927 مش من عام 5 سنين حبس. تعرف شو هذه عقوبة؟ في عقوبة بالنفي. الفصل 140 فيه عقوبة بالنفي من البلاد التونسية. علاش تعملت العقوبة هذه سنة 1927؟ لأن التجارة يمسكها الأجانب أنذاك، وبالتالي تعملت العقوبة. اليوم باش نعوضوها هذه؟ نعوضوها بالإقامة الجبرية، نعوضوها بالعمل لفائدة المصلحة العامة. أنا ما نعملش عقوبات بالسجن، أنا ما نعملش عقوبات بالسجن لهذا الصنف من المجرمين. العقوبات بالسجن عنا مقاربة لا تطبق إلا على المجرمين الخطيرين إذا لم يتم إعدامهم. اليوم والماسكون بالسلطة في رعاية ممارسي كل أصناف الجرائم الاقتصادية في حق المستهلك حبينا نخترع نحن إعدام ناعم، لأنه العقوبة في الصين هي الإعدام، ويزيد العائلة متاعه تدفع الثمن متاع الكرتوشة. لكن اليوم اللي خرج المرسوم هذا لسعد الذوادي يظهر لي مرينا حتى محتكر كبير ولا مضارب كبير يظهر لي. احنا منعنا في اطار ذاك المرسوم منعنا شويه الشقف كما نقولوا بالدرجه، منعنا شويه الشقف باش ما يكونش كارثه. مسألة المصادرة في مقترحاتنا 25 موجودة، ومصادرة كل الأملاك، مصادرة مني كل وسائل النقل، سحب الرخص السياقة نهائيا، الحرمان من الانتفاع بالمرافق العمومية، الترسيم بسجل المتحيلين. هذه كلها المقترحات اللي اقترحناها، العمل تعويض السجن بالعمل لفائدة المصلحة العامة. وبالتالي أنا السيد هذايا له علوش وله معزة وله عجل وله جمل باش نعشعشوا في المرنقية ونذبحوا. وبالتالي العقوبة بالسجن هي شكل من أشكال الانتقام من المستهلك ومن دافع الضرائب، وهي جريمة ونعتبروها مفسدة. أنك تحكم على هذوما بالسجن مفسدة، يعني كانت فما عقوبات أخرى تكون أجدى. بالضبط.
تعمل انت السجون كما اتفقنا تخليها للمجرمين الخطيرين اذا لم يتم اعدامهم ونحن مع الاعدام. به خلينا نقدموا شويه لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، شنو المطلوب وماذا بيا كان تعطيني نقطه بنقطه، شنو المطلوب لانقاذ مسالك التوزيع والحد من المضاربه والاحتكار؟ مسالك التوزيع هذه معناتها فهمتي اكذوبه وخدعه، قاعدين هذوما أشباه المسهولين هذوما فهمتي اللي عذبوا فينا اليوم يحكوا، وأنا على الأقل أتذكر أنه يحكوا على هل الأكذوبة هذه والخدعة طيلة أكثر من 35 سنة حسب ما أتذكر، وأنا في الجامعة يحدث فينا الأستاذ متاعنا وقتها أنا ذاك يحدث فينا على أنه باش ينظموا فهمتي سوق الجملة ببير القصع، والى حد الان ما ثم حد شيء. وها باش نعطيك انا باش تفهم الفساد، علاش قلت لك المرفق العمومي محتل، الوزارات محتله، كل شيء محتل، الاصلاحات اللي احنا يلزمها تتعمل محرومين منها ومعطله من قبل الماسكين بالسلطه اليوم. هل تم تنظيم الأنشطة المتدخلة والمهن المتدخلة في مسالك التوزيع؟ لا. كل بالضبط اليوم الناس اللي يمشوا يخضروا الغلة ويخضروا الخضرة في أماكنها في المزارع، الناس هذو ما عندهم بتيندا؟ ما عندهمش بتيندا، عندهم معرف اجتماعي؟ ما عندهمش. هي كيفاش مال ترعاها؟ مش كون مريا رعاها، ترعاها من السلطة الفاسدة في تونس اليوم، على خاطر السيد هذا كان من المفروض لكان عملنا له احنا الجواز الجبائي ما عادش ينجم يتنقل في الطريق. لكن تعمل له الجواز الجبائي، ما هو عملوا الجواز متاع الكورونا باه يا سيدي، يعملوا لنا الجواز الجبائي ما يتحرك واحد في البلاد ذي الا ما يثبت وانه على الاقل اودع كل تصاريحه الجبائيه، ما يحبوش ويغرقوا البلاد في المديونية ويحطوها تحت الوصاية ويدمروا المؤسسات ويقتلوها ويحطوك على الاستحمار، يسموه الاستثمار عندهم هم، وهو استحمار بأتم معنى الكلمة. وهذا المطلوب المطلوب اليوم. المطلوب اليوم اسألني انت قول لي مهمة شكون تنظيم الأنشطة؟ هي المهمة متاع المجلس الوطني للخدمات، وهذا اقترحته أنا سنة 2004 على وزير التجارة آنذاك، وأحدث سنة 2006 وهو مكلف بتأهيل قطاع الخدمات في وحدة تصرف حسب الأهداف. شكون اللي ترجع بالنظر لشكون؟ ترجع بالنظر لرئاسة الحكومة وتودع تقريرها السنوي من سنة 2006 لم ينجز المهام متاعه ولم ينظم كل الأنشطة الاقتصادية ومهن الخدمات ولم يطورها. شكون يرأس المجلس هذا؟ يرأس وزير التجارة الذي يغط في سبات عميق واللي هو بصدد تدمير التجارة والانتقام من 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 المستهلكين والانتقام من المؤسسات المنضبطة. خطر اليوم كل القوانين الاقتصادية التي تشرف عليها وزارة التجارة هي قوانين فاسدة. ويكفي أنها مش نعطيك الملامح متاع الفساد في القوانين الاقتصادية، سواء متاع المنافسة والأسعار، سواء متاع طرق البيع والإشهار، سواء متاع التوزيع، سواء متاع حماية المستهلك. أن القوانين الفاسدة هذه تنص على أن الدعوة العمومية لا يحركها إلا وزير التجارة، هذا قمة في الفساد والإجرام، ومزال إلى حد الآن يصرون على الإبقاء المسكين بالسلطة اليوم. عندك ثم مسألة أخرى، القوانين هذه الفاسدة تنص على الصلح، علاش قلت لك منعنا الشقف في إطار المرسوم هذا متاع المضاربة، منعنا الشقف خاطر ما فيهش الصلح، لأن الصلح هو بؤرة متاع فساد ورشوة وجعالة وقبر الملفات والإفلات من العقاب. تحريك الدعوة العمومية نفس الشيء، هذوما اتنحهم هذا الشقف اللي منعناه في المرسوم ذاك متاع المضاربة. أما المرسوم ذاك تعيس وقت اللي يجي يقول لك عقوبة تكميلية عدم ممارسة التجارة، قمة في التعاسة. ما عادش نحكوا على أنه ممارسة التجارة، نحكوا على الأنشطة الجهلوت، نقول لكم نحكوا على الأنشطة الاقتصادية، ما عادش نحكوا على التجارة كما في المرسوم الفاسد عدد 88/2011 متاع الجمعيات، الجمعيات لا تباشر التجارة، لا تباشر الأنشطة الاقتصادية التنافسية. وإذا كان ثم جمعية اليوم تباشر أنشطة تجارية تنافسية من المفروض أن عندها جريمة تحيل، ولكن باعتبار أنه نحن دخلنا مرحلة الفوضى الشاملة فهناك جمعيات اليوم تباشر أنشطة اقتصادية تنافسية ولا تدفع الضريبة مثل ما تدفعها المؤسسات الاقتصادية الأخرى. واضح. لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، باش نواصلوا الحوار معاك بعد الفصل. نصور قرطاج على موعد مع التاريخ. تونس مالي غياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم قطر 2022. تبع المباراة على شمس فام في بلاتو سبيسيال نهار الثلاثاء من 7 ل 11 متاع الليل. تحليل تعليق وتصريحات، جيبوها يا الأولاد وفرحوا البلاد والجماهير وراكم آلاف وملايين. الله الله على النصور. يا تونس
على خاطرنا نخمو فيكم وبالخير نودوكم. بنك الوفاق يحط بين يديكم حساب ادخار اثمار، طريقة امنة للاستثمار والربح ينجم يوصل ل 6.2%. اي نعم 6.2%، ومشاهدة برك مع حساب اثمار تتصرف في فلوسك كيف ما تحب وقت ما تحب، وعلى قد ما ادخارك يزيد على قد ما الربح يثمر ويزيد. حساب اثمار بنك الوفاق مطابق لمبادئ المالية الاسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع. شمس ماضي ساعتين 31 دقيقة. نواصل حوارنا مع الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين. خلينا نقدم شوية سي الأسعد ونحكيه على تواصل تعطل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المستشار الجبائي في رئاسة الحكومة. هدخل نذكره بشنو ينص مشروع القانون هذايا وشنو أسباب التعطيل وشنو المطلوب اليوم بالضبط. خلنا نعطيك الساعة لمحة تاريخية. ناي أنه بورقيبة بعد كتابة الدستور سنة 59 من أول المهن اللي نظمها، إذا كان أو مش أول مهنة هي مهنة المستشار الجبائي. القانون عدد 34 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960. أخزر بورقيبة كيفاش فاهم، لأنه درس في فرنسا ويعرف أن مهنة المستشار الجبائي منظمة بفرنسا. أي. وتفاديا للانحرافات والانزلاقات خاصة من قبل من يستقيلون ويغادرون إدارة الجباية، حب يوضع ضوابط وبالتالي وضع لهم أنه يحجر عليهم باش يمارسوا المهنة بعد ما يخرجوا على الأقل 3 سنين. والمدة هذه بعد ولت في إطار الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية ولت 5 سنين. ونحن نعتقد أن المدة هذه فاسدة، لابد من التنصيص على 10 سنوات على الأقل، وهذا ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لأنه اليوم هناك انحرافات خطيرة. أيوة. واليوم هناك منافسة غير شريفة وغير شرعية تمارس من قبل من كانوا يعملون داخل الإدارة. وانت اليوم عندك ناس عاطلين على العمل ومتخرجين بألاف، معناتها عددهم بالألاف وكذا، من المفروض أنك تشجعهم على الانتصاب لحسابهم الخاص. هذه لمحة تاريخية. القانون هذا، القانون هذا ما كانش متطور ولم يتطور، بل أنه فيما بعد أصبح يشير إلى قوانين نسخت. ثم قوانين تنسخت، ثم مجلات يشير إليها كما مثلا مجلة المرافعات الجزائية، ما عاش عنا ولت مجلة الإجراءات الجزائية سنة 67 بعد خرجت، معناتها يشير إلى يشير إلى قانون الوظيفة العمومية سنة 57 اللي هو توا القانون عدد 112 لسنة 1983. معناتها القانون هذا تصور انت الفاسدين داخل معناتها الإدارة وبالأخص وزارة المالية رفضوا حتى باش يحينوه، متصدين حتى للتحيين نتاعو. يا سيدي اجا نحوا منه النصوص المنسوخة وكذا كذا، الفاسدين تصدوا إلى ذلك. وعنا مقترح قدمناه بهذا الخصوص، قلنا لهم يا سيدي كي انتم في رئاسة الحكومة معطلين المشروع هذا نتيجة لاستشراء الفساد في كل مفاصل الدولة، على الأقل على الأقل إجوا نحينوا قانون 1960. وقدمت مقترحا كاملا وشاملا بهذا الخصوص، ما نقص حتى شيء، يعملوا له مراجعة ويعدوه في صي المرسوم. بالنسبة لمشروع القانون، مشروع القانون بحكم العلاقات اللي تربطني أنا مع عديد المنظمات الأوروبية، وأنا عضو بمعهد المحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا، عضويتي عندها أكثر من 20 سنة توا، وأدفع معناتها الاشتراك متاعي السنوي، وأعمل كعضو معناتها كمحامي مستشار جبائي بفرنسا مش لهنا. وبحكم العلاقة اللي تربطني بالكونفدرالية الأوروبية للجباية اللي تمثل أكثر من 200,000 مستشار جبائي، وبحكم علاقاتنا مع منظمات إفريقية، اليوم قلنا يا سيدي هاي القواعد متاع الكونفدرالية الأوروبية للجبائي نحبوا القانون نحينوه باش غدوة كان دخلنا في مفاوضات متاع تحرير على الأقل نكونوا احنا جاهزين. ما بيع حد شيء. حماية للخزينة العامة، حماية لمستهلك الخدمات الجبائية اللي اليوم يتم التحيل عليه، وحماية للمؤسسات بالأخص اللي اليوم من غير ما تعرف تتعامل مع متحيلين محليين وأجانب. وللأسف
وهذا يتفرجوا عليه العباد. والأخطر من ذلك أنك تحمي الخزينة العامة من السماسرة الفساد الجبائي. هاون كان ذكروكم يا من تمشوا تتفاوضوا مع صندوق النقد الدولي، راو الفساد الجبائي يكلفنا سنويا 10,000 مليارات، وأعني ما أقول. ونهارة اللي جي سلطة وطنية تعالوا نكشفوا لكم الخيوط متاع الشبكات متاع الفساد، وبالأخص اللي متمركزة في ذباب البحيرة. واضح؟ بحذنا لهنا معنا المشروع اي في ذباب البحيرة. انتم الشبكة التي كشفت بتاع الفساد الجبائي ما هو في بالك بها في سوسة في موفى 2021 هذيك راي قطرة من محيط، ومثيلاتها موجودة بكامل تراب الجمهورية. وكان من المفروض شو اللي يمنع تفكيك الشبكات هذه؟ هل أن هناك إرادة أم لا؟ أنت عندك إرادة؟ احنا تو شويه اليوم تقول انه فما شويه 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 شويه, شوية نهار السبت كي سمعنا الندوه الصحفيه بخصوص الفساد، معناتها ملفات الفساد في الديوانه وكذا، وشفنا وزير الداخليه ثم بصيص متاع امل بدا يظهر. ونحن لهنا بالمناسبه ننصح وزير الداخليه انه يهتم بشبكات الفساد الجبائي. راي خطيرة جدا، راي تكلفنا 10,000 مليارات. إذا كان الفساد في المجال الديواني يكلفنا أكثر من 10,000 مليار سنويا، فاعلموا أن الفساد في المجال الجبائي يكلفنا 10,000 مليارات. وراو هذايا وقت اللي باش نخرجوا القانون متاع المشروع، القانون متاع المستشار الجبائي اللي هو جاهز، راهو تعرف من وقت ايش هذايا للتاريخ. أول نسخة عملها المرحوم النوري الزرقاتي سنة 1994 باش تفهم دولة الفساد والمافيا والعصابة اللي نعيشوا فيها. هل يعقل أنه النسخة الأولى من سنة 1994 ومن بعد حضرت أنا 6 اجتماعات في الإدارة العامة للمساهمات سنة 2002 ومشروع القانون جاهز وزدنا جلسنا عليه فهمني معناتها أكثر من 10 جلسات في 2011 وكملنا في 2013 وبالله هاو رئيس الحكومة أرجع إجبد محضر جلسة العمل الوزارية المؤرخ في 24 جوان 2013، أوصى بعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى البرلمان. إلى حد الآن معطل بتدخل من الفاسدين ومنتحي لصفة المستشار الجبائي ومخربي الخزينة العامة. وتتذكرون أنه في حكومة الشاهد كان من المفروض في موفى جويلية، هذا عندي فيه مراسلات راه حتى واحد من جميع كردي، في موفى جويلية كان من المفروض باش يتحال إلى هذي 2018 باش يتحال الى مجلس النواب. جاء واحد فاسد اتقابل مع الشاهد انا ذاك وقال له مشروع القانون ذايا ما يتعديش. الفاسد ذايا هو معادي للمهنة متاعنا وهو ينتمي الى مهنة معادية، والمهنة ذايا معروفة بالشبهات متاعها وبمناجدتها لبن علي. شنو تو عيب معناتها اليوم ان هذا الاجرام يتواصل وقت اللي رئيسة الحكومة المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد طلبت منك باش تفتح تحقيق بخصوص الفاسدين اللي عطلوا هذا المشروع. انت لم تجيبي في اجل 15 يوم حسب الامر 982 لسنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها، وهذا مظهر من مظاهر الفساد. وللأسف حسب الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين في الطابونة والكوش. واضح. اخر زوز نقاط نحب نختم بهم معك لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين. نحاولوا في زوز دقائق وإلا 3 دقائق، الشركات الأهلية والصلح الجزائي هل عندهم معنى؟ الزوز قوانين هذوما، الزوز مراسيم هذوما، هل ينجموا يفيدوا البلاد في حاجة؟ هل ينجموا يفيدوا اقتصاد البلاد في حاجة؟ بعد 25 جويلية رينا هكا مني بصيص شوفناه ومن بعد اختفى، رينا بصيص فخلال أسبوعين أعددت ما يقارب 120 مقترح لبناء دولة القانون والمواطنة ولكن والحقوق، ولكن وللأسف أنه من بين المقترحات متاعي هو المحاسبة على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. لا نحب نحط عباد في الحبس، أنا راني ضد السجن. أنا مع العمل لفائدة المصلحة العامة. اللي باش يتشد انهب موارد الشعب يرجعها، يجبر الضرر نتاع الشعب المجتمع
وإذا كان رينا أنه باش يتحكم عليه يتحكم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة. إذا كان هو تحصل على مكاسب غير شرعية كيف كيف ناخذوها. إذا كان أنت مثلا شو اللي وقع بعد 14 جانفي أو يوم 14 جانفي حين وقع الانقلاب على إرادة الشعب يوم 14 جانفي 2011 بعدها اللي جاءوا واللي حكموا وضعوا الاستراتيجية اللاوطنية لتبييض الفساد فرصة أخرى تنعطيك الملامح متاحها. إلى حد الآن إلى حد هذه اللحظة مازلنا ماريناش بوادر لتفكيك الاستراتيجية اللاوطنية لتبييض الفساد وتحسينه وتنميته لأنه قاع تنمية الفساد بعد 14 جانفي وعملنا حتى معناتها عملنا له هياكل باش تنميه هيئات وكذا. فاليوم إذا تحب تحترم تحترم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما نهب يتم استرجاعه. نبدأ بالملف متاع الخوصصة نبدأ بالملف متاع الديون البنكية التي تم نهبها وقيمتها أكثر من 20,000 مليار والجريمة تواصلت بعد 14 جانفي في 2011 وهناك مبلغ خيالي منح لأقارب مؤسسي الأحزاب وهذا غير معقول. الجزائري نختموا بشركات الأهلية. الشركات الأهلية راهو الإشكالية متاعنا نحن ومشكلة التنمية يا ناس راهي مشها مرهونة في شكل قانوني في كيان قانوني. مش عنا احنا الكيانات القانونية وعنا الاشكال القانونية ما يكفي وكن حب نزيد ندخله راهو نجم نزيد ندخله ولكن هل انه هذا سوف يحدث التنمية؟ لن يحدث التنمية. ليش؟ لانه محيط الاستثمار متعفن حتى النخاع. انا وقت اللي جاونا المشعوذين والاغبياء ويقولون راهو القانون متاع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وكذا كذا راهو باش يعمل التنمية قلنا لهم مش باش يعمل حد شيء. وقت اللي جانا البنك الدولي ومعاه عن طريق الفرع متاع وذيك السوسيتي الاسفية ذيك الشركة المالية العالمية اللي هي متفرعة على البنك الدولي واعطاونا معناتها منحة ب 3.5 مليون دولار وقالوا لنا عاودوا المجلة متاع الاستثمار راو كذا قلنا لهم راي مش باش تعمل حتى شيء. وقت اللي عملوا القانون متاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا كذا قلنا لهم راهو لن يحدث التنمية راو عليه لانه محيط الاستثمار متعفن أيضاً حتى مش يكون هذا مقالها طبعا وعليه لانه ما فهموش وانه علينا ان نبدا بمحيط الاستثمار علينا ان نقوم بالاصلاحات المؤسسيه والتشريعيه وهذا ما لم نقم به. علاش؟ على خاطر ما عرفناش شنو المرض لم نشخص بعد المرض. شكرا لك لسعد الزويدي رئيس المعهد التونسي للمستشارين.